لقد أطلق اسم ضلال على هذه المنطقة كناية إلى الظلال والخضرة التي اشتهرت بها، حيث كانت مكسوة بالأشجار وكثرة المزارع ووفرة المياه فيها، غير أن استعمال الجير أدى إلى اقتلاع الأشجار واستنزاف المياه، وكان أهالي المنطقة يعتمدون على الزراعة في السنين الماضية وعلى وفرة المراعي، ولكن بسبب قلة الأمطار والجفاف وإغلاق بعض الآبار تخلى سكان المنطقة عن الزراعة وبدأ الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. يعطيك العافية، والله إحنا بنستنى هاي الفرصة إن نشوف وبدنا نحكي عن المشاكل اللي إحنا بنعانيها بالنسبة للمكبات وبالنسبة للبلاستيك، بالنسبة لمشاكل كثيرة بتواجهنا خصوصا في راعي الأغنام. أنتوا شفتوا قبل شوي صورة الأغنام كيف إنها محشورة على الحشيش وعلى الأعلاف لأنه قلة المراعي. هون أنا حاب أحكي لكم عن خلفي أي مصنع للحيوانات النافقة، إنهم بقوموا بجمع هاي الحيوانات وإعادة تصنيعها كأعلاف، وهذا منه بضر في الصحة وبضر كمان في الدخان اللي بيطلع من المصنع، انه بضر في الصحة وفي البيئة. اول شيء شحر امطار، لان الاراضي هذه اذا ما جاها من البدري لا يمكن يصير فيها خير، والزراعة انقطعت اليوم. الزراعة كل يعرف انه زراعة ما في زراعة، الناس احتدت على الأراضي الزراعية وصارت تسكن فيها. والله إذا انقطعت الثروة الحيوانية غير يصيرون عاها على الدولة. حلالنا ما في له مراعي بالمنطقة هذه. موجودين الآن في منطقة حما الظليل اللي اتفقنا عليه إن شاء الله مع الاتحاد الأوروبي وجمعية سيدات الظليل والنساء العربيات إنه نعمل هذا الحما، واتفقنا إحنا أبناء العشيرة الواحدة من مجموعة إنه نعمل الحما هذا ونحافظ عليه، والحمد لله ظهر عندنا الآن أشجار ما كانت موجودة وأعشاب ما كانت موجودة، وإن شاء الله إنه مستمرين في هذا العمل ولقدام إن شاء الله. احنا جمعية سيدات الظليل التربية الخاصة قمنا بتنفيذ الحما في منطقة الظليل المدعوم من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ونأمل كل الأمل من المسؤولين الاهتمام بالمنطقة وتوجيه الجهات الداعمة لعمل مشاريع تفيد المجتمع المحلي وتفيد الأهالي، كون الجمعيات أدرى في تحديد احتياجات المنطقة والمشاكل اللي تواجههم. هنا في منطقة الحلبات وهي من مناطق الريف الأردني، ومعظم سكان الحلبات من مربي الثروة الحيوانية، وهي تابعة إداريا إلى محافظة الزرقاء، وتبعد شرقا تقريبا 30 كيلومتر من مركز المحافظة، وهي من المناطق التي يهددها التصحر. المشاكل تواجهنا قلة العلاف، العلاف اللي يعطونا إياه الساعة الاستحقاقها ما يكفي، والجفاف مستمر، لا يوجد مراعي برا، على مدار الساعة الحلال كله بالحشان. الحلبات في أيام السبعينات كانت أرض خصبة بوجود المشروع، مشروع ري وضليل في البداية كان نشط ويصدر من الخضار وتعيش فيها الثروة الحيوانية وأهلهم مبسوطين، لكن مع نشاف الأبار وانقطاع المياه وانحباس الأمطار سبحانه وتعالى شحت الأرض بالنبات، لا يوجد مراعي للحلال،
إلا ما تكرمت فيها الزراعة من أعلاف. والله المشاكل اللي تواجهنا حاليا يعني قصة البلاستيك اللي منثور بالأرض كله جمالا، لا صار بطن هالدابة ما في نتيجة. في تأثير من الكسرات المقالع؟ نعم في تأثير على النبات، يوم يطلع عشب يطلع شيء تلقاه كله تراب. والآن بسبب قلة الأمطار والجفاف الذي مر على المنطقة أصبح القليل يتمسك بالثروة الحيوانية، حيث بادر مجموعة من الشباب المتطوعين بالاتفاق مع وزارة السياحة لإقامة محمية رعوية على أرض مساحتها 100 دنم تعود لوزارة السياحة والأثار مشكورة، ليستفيد منها أصحاب الثروة الحيوانية، والتي نأمل أن يتم توسعة هذه الأرض في المراحل القادمة. احنا كجمعية خيرية كمجتمع محلي يعني بشرنا إن شاء الله أن نجهز الأمور هذه كلها بالإضافة لدعم الجهات المالحة اللي هي الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وجمعية النساء العربية بالإضافة لوزارة الزراعة. فإن شاء الله أن المشروع هذا يعني احنا قدمنا كذا مرة مشاريع فكانت المشاريع كلها فاشلة، يعني ما في أصلا استراتيجية لها، لكن هذا الآن أعطونا استراتيجية للمشروع قبل ما نجيب الناس وجدنا براعي. هذا انه للفئة الصغيرة يعني كل الناس اللي بحاجة لما يجي مثلا 10 رؤوس وما قريب بنفس المنطقة، فأنا راح استدامية يعني راح تقدم وراح نخفف من العبء عن سبيل المحمى الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا منطقة قرى بني هاشم، منطقة قرى بني هاشم هي احد القرى اللي كانت حقيقة يعني عبارة عن جنة خضراء. هذه قرى بني هاشم تجمع قرى ابو الزيغان، دوقر، عين النمر، الرحيل، اربع قرى اسمها قرى بني هاشم، حظيت بإرادة ملكية سامية على عهد جلالة الملك حسين. فهذه القرى محرومة من عدة خدمات كثيرة. الخدمات أول شيء البيئة ملوثة بوجود نهر سيل الزرقاء محاذي لهذه القرية، أول شيء دمر مزروعاتنا، خرب الرعي، كان السيل هذا يستفيد منه المزارعين كراعي وكيربوا مواشي، والآن المواشي بلشت شبه تنقرض في المنطقة بسبب التلوث البيئي اللي موجود. هذه الكسرات يعاني منها أهالي قرى بني هاشم من الناحية البيئية ومن ناحية تدمير منازلهم، ومن المناطق التي معرض منازلها للسقوط في أي وقت. كذلك من آثار هذه الكسارة تؤثر على الغطاء النباتي، وكذلك تؤثر على المزروعات وتؤثر على الثروة الحيوانية، لذلك إنشاء محمية تساعد كافة أهالي قرى بني هاشم وتزيد من الثروة الحيوانية وتعمل على التقليل من انقراض الثروة الحيوانية وتزيد من الإنتاج الحيواني والنباتي. أمنحنا هذا الحمى تقريبا مساحته حوالي 1000 دلم مربع. هذا الحمى انوجد بهاي المنطقة بالأشجار اللي تشوفون هاي مشان منع الزحف الصحراوي على هاي المنطقة. عنديهم مواشي بحاجة إن إلهن موقع يرعن فيه،
بحاجة أن يساهم أن يجد عملا يشتغلا فيه حتى ما يكون كاهل أو عمل كاهل على الدولة. نشكر من قاموا على هذا المشروع وأرشدونا وعلمونا كيف نتعامل مع هذا الحمى. الحمى هذا نوجد فيه أكثر من نوع من الشجرات اللي فيها العلاج. إحنا بهاي المنطقة طبعاً إحنا اللي نقوم على هذا المشروع بناء بنفسنا، وحقيقة وزارة الزراعة مشكورة منحتنا جمعية زراعية متعددة الأغراض حتى نقدر نخدم مجتمعنا. إحنا صورنا هذا الشريط عشان تكون رسالة من أهالي المنطقة ومن المجتمع المحلي في المنطقة هاي تكون للمسؤولين، بحيث أنه كل المشاكل اللي ذكرت نرجو من الله ومن المسؤولين أنها تنحط بعين الاعتبار ويجدوا لها حل.